بسم الله الرحمن الرحيم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: كل بر فوقه بر. نعم. إلا الشهادة فليس فوقها بر. الجود بالنفس أقصى غاية الجود. العطاء الذي قدمه شهداؤنا الأبرار، ولا سيما من اجتمعنا في هذا الموقف الصمودي، هذا الموقف الأحرار الشرفاء. كل أمة أحيت ذكرى شهدائها أمة لا تقهر، أمة ستنتصر ولو بعد حين. أحبتي، اجتمعنا لهؤلاء الشهداء: الشهيد مولد الثورة الشهيد علي الجزيري ومحمود الجزيري، وكذلك بالنسبة إلى حسين الجزيري. هؤلاء عطاؤهم غير مجذوذ، عطاؤهم مستمر، دماؤهم تنزف وتبقى لم تجف ولن تجف حتى يتحقق نصر هذه الأمة، وحتى يتحقق القصاص ممن قتلهم بإذن الله تعالى. السلام عليكم أيها الشهداء الأشراف الأوفياء الأخلاء، يا من قدمتم أقصى ما عندكم من العطاء. لا يوجد عطاء كعطاء بذل النفس في سبيل الدين، في سبيل الوطن، في سبيل العقيدة، في سبيل الحرية التي هي الشجرة التي لا تسقى ولا تبقى إلا بدماء الشهداء الأحرار. أحبتي، سوف يبقى لنا هذه الدماء وهؤلاء الشهداء مشعلا وزيتا ووقودا لمواصلة الثورة الذي لا يمكن أن تخمد يوما ما إلا بعد حصول المطالب الشرعية وحصول القصاص من القتلة، إن عاجلا أو آجل. بالروح والدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد.